بس. صحيح، انا بتفق معاك. وكمان شخصيه الحكم لازم، زي ما انت قلت، انا في اعتقادي ان يمكن السؤال اللي اتطرح، هل فعلا تقنيه الفيديو دخلت الدوري المصري او اللجنه الخماسيه؟ تفتكر اللجنه الخماسيه اي من او يعني دخلت الفار بدري شويه؟ هل كان من المفترض ان موضوع الفار ده يتاجل ما يخشش غير لما يبقى التحكيم نفسه او الحكام بيتدربوا لمده، لان الكابتن ناصر قال ده تدريب من 6 لـ 8 شهور بالظبط، بروتوكول معين لازم ياخدوا كورسات وياخدوا دورات فيها. مظبوط، ان الفار دخل بدري مصر شويه والدوري المصري، ودي توابع اخطائه بالنسبه. والله يا كابتن هنا هو كلام حضرتك كلام منطقي طبعا، يعني انا على الاقل كنت يعني كنا نكون ملمين بكل الاخطاء، بكل القانون بتاع الفار. الناس اللي قاعدين في الغرفه دولت لما ياخدوا قرار ازاي يتفقوا عليه، ازاي بالظبط كده، ازاي يكلموا الحكم او يجبروا الحكم لازم تيجي في حاله، لازم تيجي تشوفها. ده العادي. انا في واقع انا شايفها انت مش شايفها، ودي فعلا حقيقه. ساعات الحكم يعني بتكلم مثلا بشكل يعني الجول بتاع ولت البواليا، يعني انا مش شايف ان يعني شوف اكرامي، يعني حتى يعني ما فيش حاجه، حتى الالتحام فين الالتحام؟ مفيش التحام، مفيش يا كابتن، هو لعبة حتى هو مفيش، ده هو نزل وحط الكرة جون يعني الكرة اللي ضربت الجزاء مش معقولة. قال لك لا واخد الكرة، ده هو واخد رجل شريف الأول وبعدين الكرة، يعني الرجل الأول وبعدين الكرة، وباينة في العادي. أمال الفار لما يشوفها ويعيدها أكتر من مرة وأكتر من زاوية طبعا، يعني بشكل غير عادي يعني، أو بشكل 1000000% هيأكد إنها ضربة جزاء. بس يعني الموضوع يعني مش صعب يا كابتن على فكره، والله الموضوع سهل جدا. بس انت يعني، وكمان برضو اقول لك حاجه كابتن، برضو حته الحكام يا كابتن هاني، انت برضو لازم تقويهم في الملعب واللايمانات، ان انت برضو ما فيش لاعب يعترض على حكم، ما فيش لاعب يلمس حكم او يلمس لايمان. انا بقول لك يا كابتن قوي، ادي باور للحكام كمان، اديهم الصلاحيات اكتر عشان تقدر برضو يعني برضو معلش يا كابتن برضو ان ايه ده قاضي في الملعب يا كابتن هاني، ادي له قوه كابتن، ما ينفعش لايمان. خلي بالك احمد، ما هو معاه هو شخصيه الحكم نفسه. انت عارف ان في البروتوكول العادي ان اي لعيب، لو جبنا المشكله مثلا اي لعيب يقول للحكم من فضلك روح شوف الفار، ده بياخد انذار. مظبوط، طبيعي. فهي شخصيه الحكم، انا شايف ان شخصيه الحكم مع دخول تقنيه الفار، مع عدم يعني الشخصيه القويه، ان في حكام زي ما انت بتقول بتخاف تروح للفار علشان يعني بيقول له انت حطيتني في موقف وحش يعني، وبالتالي هو عنده عمليه، ما عندوش ثقه في نفسه، ما عنده شك في قراره، وبالتالي الموضوع. والله يا كابتن هاني، حتى شخصيه الحكم يعني هي دي ممكن يا كابتن، بس برضه في حاجه، حتى اللعيبه يا كابتن هاني، حتى اللعيبه برضه انت لازم برضه تثقفهم، تدي لهم ثقافه يعني ايه تتعامل مع حكم لما تجي له حاله فار، سيبه ما تجيش جنبه، ما تزنش عليه، ما تحاولش تقول له لا دي بره دي جول. على الجدال اللي بيحصل حوالين الحكم وبيبقى طالع في التصوير، لازم ده لازم اتحاد الكوره يعمل مثلا زي لجنه فنيه تروح الانديه للعيبه وتدي لهم كورس، تدي لهم زي ورشه عمل ازاي تتعاملوا مع الحكام في حاله الفار. ما احترم الراجل ده، سيبه ياخد قراره، ما تضغطش عليه لما يروح برضو بره عند الشاشه عشان يشوفه كابتن. ما ينفعش واحد يقول من هنا او من هنا، هو هيشوف هياخد القرار. طب احنا كابتن نخله كنا متخيلين ان وجود تقنيه الفار ودخولها مصر هيقلل جدا من موضوع الجدل اللي بيحصل في التحكيم، الجدل التحكيمي الدائم. ليه المشكله دي زادت مع وجود الفار؟ ليه؟ علشان ما فيش تنسيق. ليه التقنيه دي تضمن حقي وحق طبعا كل نادي؟ طبعا تضمن. ليه مش موجود؟ ليه طبعًا. لا مش طبعا ولا حاجه، لا هو المفروض عدل، المفروض يكون عدل، مش طبعا خالص، المفروض ان هم يشوفوا حاله ويبلغوا، يجيبوا الحكم وينبهوه عليها ويعيدوها اكتر من مره، ليه يعني باكتر من زاويه عشان يتاكد ان هم قالوا له في حاجه احنا شايفينها صح انت حسبتها غلط. فلازم يكون في التنسيق ده يا كابتن. الحكم ما يعاندش يا كابتن، في حكام بتعاند يا كابتن هاني، لا انا قراري سليم، الفار بيقول لك لا، يعني معلش يا كابتن والله اكتر من ليه بقى عشان تطلع ايه بتطلع هي الفكره يا كابتن يعني التنسيق ما بينهم مش موجود. السؤال اللي يمكن يتسال وانت كمان اكيد طبيعه استفهام، هو علامه الاستفهام ان الكابتن جهاد جريشه ليه ما يروحش يشوف في خطا ولا لا، دي علامه الاستفهام. بالظبط، ضربه الجزاء خاصه ان هو كان بعيد جدا عن اللعبه وبالتالي زاويه الرؤيه مش باينه. طب طالما زاويه الرؤيه مش باينه وحكم الفار قال له في حاجه لازم تيجي تشوفها، يبقى ايه يا كابتن هاني؟ يبقى لازم في تقرير، لازم في تقرير يا كابتن من الجهاز بتاع الفار في الحكم.
كويس ان احنا بلغناه بالحاله دي وما جاش. حلو قوي. اه طبعا. لان الكلام جوه البار خلي بالك كل الكلام اللي جوه البار ده مسجل. كويس. ده بيكون مسجل. كويس. فطبيعي جدا لو حكم الفار ما قالش للكابتن جهاد جريشه فدي مشكله ثانيه على حكم الفار اللي جوه، لان حكم الفار شايف الصوره اللي مش شايفها الكابتن جهاد جريشه بناء ان هو اوت اوف بوزيشن. وده هدف الفار، ده هدف الفار. وده الاساس. طب ايه رايك يا كابتن؟ ايه رايك امبارح في الحاله بتاعت محمد شريف لما حكام الفار يشوفوها تمام وما يبلغوش كابتن جهاد جريشه انك تيجي تشوفها؟ تعاقب مين يا كابتن؟ المشكله بقى في الفار ولا مين طبعا حكم الفار نفسه. بالظبط كده طبعا. بالظبط.